حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. أوتو فوكس اليوم بحل جديدة شكلاً ومضموناً. طبعاً أجواء الكريسماس واضحة بالستوديو عنا بأوتو فوكس اليوم، وأيضاً مضمون الحلقة رح يكون مختلف عن غيره. معنا مستر روجي زكار، عضو مجلس إدارة شركة كوميرشال إنشورنس. هاي روجي، كيفك جورج؟ اشتقنا لك. نحن كل سنة دايماً موجودين من سنة لسنة بنفس الفترة دايماً، مع ختام العام ومع انطلاق العام الجديد. إن شاء الله بيحمل أخبار طيبة وبيحمل بحبوحة للبنانية، بس محضرنا شيء سبيسيال اليوم بالحلقه. مزبوط، نحن اليوم حنحكي عن بفتكر شيء اسمه مستقبل التامين. نعم. اللي هي الابلكيشن اسمها كومن، والتعاون بين الاب وكوميرشال انشورنس. رح نشوف بدايه نحن وياك والمشاهدين فيديو خاص بفسر لنا اكثر عن الكومن ابلكيشن اللي فينا ننزلها بشكل فري ان كان على ابل ستور او على جوجل بلاي. حمل تطبيق كومن، اشتري تأميناً لسفرتك بأحسن الأسعار وبأقل من دقيقة. اختر نوع التغطية، حدد مدة السفرة وأدخل تفاصيلك. مع تطبيق كومن أمن رحلتك وريح بالك بسرعة وسهولة. كومن، مستقبل التأمين. يعني رجل، اليوم صرنا بعالم السرعة، كل شيء صار على الابليكيشن، كل شيء صار على السوشيال ميديا، يعني خلص التليفون صار كل شيء. واليوم بطريقة سهلة مثل ما كنا عم نشوف صار فينا نعمل انشورنس. خبرنا بداية عن التعاون بين كومن وبين كوميرشال. مزبوط، هو نحن اليوم صرنا بعصر السرعة، عصر الشفافية، عصر التكنولوجيا. فاليوم ابتكرت شركة كومن خليك تقدر تعمل بوليسة التأمين عبر تليفونك خلال ثواني، خلال أقل من 90 ثانية تقدر تطلع بوليسة يلي بتنقيها، إن كان سيارتك، سفرك، خدم بيتك، وتقدر تعملها ساعة اللي بدك، وقت ما بدك، توصل لك على التليفون. فهيدي الابليكيشن عملت شراكة مع كوميرشال انشورنس، وين عم بتخلينا كشركة كوميرشال انشورنس تسوق المنتوجات تبعيتنا عبر هالابليكيشن. يعني مثلا انا اذا بدنا نعمل اكزامبل اليوم للمشاهدين، مسافر اليوم ما لحقت بدي اعمل ترافل انشورنس، كيف بقدر اعملها دغري على كومن؟ وخصوصا هلا فتره اعياد، في كثير عالم عم بتفكر تسافر او كمان تجدد ميكانيك، كمان بقدر اعملها على كومن. كمان تجدد ميكانيك، تقدر تامن سيارتك، تطلع التامين الالزامي. فكل هول التامينات محل فيك تعملهم وقت ما بدك، ساعه اللي بدك، بكبسه زر. خلينا نشوف امام المشاهدين. على كل حال خد مثل، اكيد بتكون نزلنا الابلكيشن كومن بشكل مجاني على ابل ستور او على جوجل بلاي. مزبوط، هي الابلكيشن اسمها كومن. كومن هي عباره على كم انشور، يعني تعال امنه. اول ما واحد يفتح صفحه كومن ببين عنده جميع التامينات يلي فيه يشتريها. انا بدي اسافر مثلا او سياره، نحن فتنا كبسنا على نحن بدنا نسافر، تامين السفر. بتامين السفر عندنا نوعين اكيد، اذا واحد حابب يروح على الحج والعمره او رايح مسافر. نعم، نحن كبسنا واحد رايح مسافر. هون اول ما نشوف بالشاشه بتعطينا ملخص عن شو هن التغطيات يلي بيقدر ياخده. اذا حابب واحد يتعمق بالشروطات اكثر، فيك بص فيو فول تيرمز بيبينوا عنده كل التفاصيل، كل الشروط العامه تبعه للبوليصه. وبذات الوقت هون عم نقول له انه البوليصه مع اي شركه تامين معموله، وبذات الوقت انه هيدي التامين السفر مقبوله من دول الشنغن، يعني في يقدمها على السفرات الاوروبيه. نعم، على فيزا باي ناو، مش باي ناو كبسنا باي ناو. هون بتسأل عدي من شو فئة عمرك؟ نحن أكيد أقل من 65، إن شاء الله نبقى هيك بشوي. عم بمزح. إذا رايحين هون تسألك إذا رايحين على أمريكا أو لا، نحن في حال رايحين على أمريكا أو كندا بنقول يس أور نو. نحن مسافرين لوين؟ على أوروبا. على أوروبا. رايحين على كم يوم؟ هلا بصدق إنه مسافرين بس. ما مسافرين. بعدين بننقي اكيد فترة السفر. مزبوط، لأن اذا نحن رايحين 15 نهار، نحن كمان هون للفكرة انه عاملين شراكة مع انغامي، بيطلع له انغامي ببلاش على فترة جمعتين. كبسنا ودغري اجوا كل المعلومات، انا بيجوا المعلومات، اسمك، الايميل تبعك، الموبايل، كل شيء، تاريخ ميلادك. مزبوط، فترة امتى مسافر لامتى، ورقم الباسبور اكيد. مزبوط، هلا بدنا نحطه لانه هون في شغلة مهمة كثير.
انه انا نحن كبسنا انه ما نشتري. في كاز هون صغيره اسمها برومو كود، اذا بدك تخبر عنا شو عاملين لفتره البرومو كود. مشاهدينا بمجرد ما نوصل لهيدي المرحله، هي سريعه جدا اكيد، عم نعملها بشكل بطيء على الشاشه، بنحط ام تي في، بس اسم ام تي في بالبرومو كود، وبيطلع لنا شيء كثير مهم، 50% حسم على جميع انواع التامين موجوده على ابلكيشن كومن. مزبوط، يعني نحن مثل ما عم نقول نحن كل التامينات اللي موجودين على ابلكيشن تبعيت كومن، ان كان تامين نعم. السياره، تامين السياره عندنا ضد الغير والالزامه، ان كان تامين السفر، ان كان تامين الخدم، ان كان تامين البيت او الميديكال مال براكتس، يعني هي المسؤوليه المدنيه للحكيم. هلا خلال فتره الاعياد بيطلع له 50% بس يستعمل برومو كود ام تي في. يعني عملية سهلة كتير، ام تي في على فترة اسبوع نحن عم نشتغل على 50% حسب مذكر يعني، بس حلوة على كل شيء، على كل شيء موجود على الابلكيشن، كل شيء موجود على الابلكيشن، كل شيء موجود على الابلكيشن، بس يجي ليشتغل بوليس التأمين نقى نوع التأمين على البرومو كود ام تي في وبيطلع له خصم. نحن هيك شغلين. هلا اكيد مثل ما عم نرجع نقول التأمينات يلي موجودين على الابلكيشن هن التأمينات يلي هن يعتبروا ستاندرد، بس نحن بس عم نحكي على التأمين الإلزامي، إن كانت عبر الأبليكيشن أو عبر شركة التأمين هي ذات التأمين الإلزامي يلي طلبتها الدولة. إذا عم نحكي على تأمين الخدم هي كمان ذات التأمين الخدم نفسها 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 ما بيأثر، وذات الشيء بالسفر هي ذات التفاصيل اللي بيطلبها، أكيد بيطلبها الشنغن، الدول الأوروبية الشنغن لا ياخذوها. لكن روجيه 50% حسم اليوم بمجرد ما نحط على البرومو كود على الابلكيشن مثل ما ذكرنا بطريقه كثير سهله اسم ام تي في، عم يطلع لنا 50% خصم هالاسبوع على كل انواع التامين موجودين على الابلكيشن الكومن. مزبوط. رح نشوف نحن وياك بنرجع فيديو عن الابلكيشن قبل ما نختم حديثنا. تفضل. مزبوط. هلا في شغله كمان حلوه كثير يلي هو بعد ما عمل اشتغل اوردر اكيد توصل له البوليسا بالبيت واصله خالصه، بس بذات الوقت في محل وين بيكون بتبقى البوليسة على تليفونه، يعني هيدا بتخليه انه يحط بحاجه للورقه طبعا، لانه واحد دائما بس يسافر معه تليفونه بس مش ضروري يكون معه تامين بوليسته. مزبوط. فهيدا كله على التليفون صار اليوم، صار كله على التليفون، الطيران والانشورنس وغيرها. مزبوط. وبذات الوقت سنتجي او اذا امن سيارته سنتجي على التجديد بس بكبزه زر بجدد البوليسة. نعم. لكن عملية سهلة كتير، واستفيدوا 50% حسم على جميع أنواع التأمين موجودين على أبليكيشن كومن، تعامل مع كوميرشال إنشورنس. روجيه زكار بتشكرك. رح نشوف الختام الفيديو الخاص بيجي عم بفسر لنا أكثر عن أبليكيشن كومن والتعاون الكبير بين كوميرشال إنشورنس وكوميرشال إنشورنس وشركة كومن. إلى اللقاء. حمل تطبيق كومن، اشتري تأميناً لسفرتك بأحسن الأسعار وبأقل من دقيقة. اختر نوع التغطية، حدد مدة السفرة وأدخل تفاصيلك. مع تطبيق كومن أمن رحلتك وريح بالك بسرعة وسهولة. كومن، مستقبل التأمين. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.